هاي بنات شلونكم شخباركم؟ طبعا غير اني فاشينيستا اسوي دعايات بلوجر لايف ستايل واتيفر شنو كان مسماي بالحياة. المهم عندي صالونين انزين وانا عندي شريكة احلى واحدة بالدنيا اسمها جنان فارس. المهم منو ماسك الادارة؟ انا على حسب المزاج، جنان على طول لان انا ما يخلق مرات اديرة كل الصج، ومع اني شاطرة بالادارة دارسة عندي دبلوم بزنس مانجمنت وأكاونتينج بس ما يخلق. المهم موضوعنا كالتالي بخصوص اللي عندهم صالونات خصوصا بالجابرية بمنطقتنا. أنا بس بعرف إحنا ما نغار من الناس، بالعكس إحنا نحب الناس، يعني لدرجة أنا ما أعرف أونر شو اسمه هذا بيتي بوب ليمنا شنو بيتي بوب ماي بوب. المهم بوب ولا بوب بيري بيري بوب من لدرجة اني ما اغار احط فلترهم دايما عندي بالصالون عشان جنان تحتر. وغير هذا لما يسألوني وين في سلف تان بالجابرية اقول لهم عندهم اهما وعند نيز ستيشن. المهم يعني احنا ما نغار، هذا يبي نوضح لكم اياه. بعدين لما اصحاب الصالونات طبعا مو بيتي بوب ولا نيلز ستيشن ولا شيء لانه مو هما، المهم صالون جديد موجود لا علاقه بالنيلز والشعر وكذي، ومن بعيد من بعيد وايد من بعيد يعرفون شريكتي، اتدقون اتقابلون موظفينا زين وتروحون تقعدون معاهم واحنا ندري انكم تشتغلون عند جنان الفارس ودانا بويرش ونعطيكم تربل المعاش بس طلعوا. حامض على بوزك يا حبيبتي، هم وفيين حقنا مسكينه انت. المهم انت كنتي صيدة وانت ادين ايش تابعيني مع شريكتك المصاحيه، فنبي نقول لك حبيبتي احنا عرفنا انت منو وايد الضحكين، بس بوصل لك مسج لو تقابلين زليون موظفه من موظفاتنا ما حد راح يطلع، لو تعطينهم معاش 4000 دينار ما حد راح يطلع. تدين ليش؟ لان احنا جود بارتنر، نحب موظفينا، نحتويهم، نخاف عليهم، وهم بالمقابل وفيين لنا. وبعدين حبيبتي كما تدين تدان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انا صار لي 3 سنين بعالم الصالونات ما عندي موظفه طلعت الا ما كنت انا مستغنيه عن خدماتها لان ما طلع فلوس عدل. وعندنا واحدة طلعت ردت رجعت لنا عقب 3 شهور، انتم متخيلين؟ ثالث شيء كما تدين تدان، انا لما يوني موظفات نقابلهم من اي صالون بالدنيا، والله العظيم من اي صالون بالدنيا نرفع السماعة ده احنا نعرف منو اونر الصالون نسألها صج انتم ما تبون موظفة؟ صج قاعدة تدور على شغل؟ ولا هي بس كذي جاي عارضة خدماتها انها تبي تشتغل وان الصالون مو زين ويعاملها مو زين او انه في اوفر احسن؟ فتقول لنا اي والله صج انا ما ابيها، نقول لها تسمحين اذا وظفناها؟ هذا احنا. فخلوا عندكم الذوق والكياسة والادب والاخلاق بالشغل، ترى احنا كلنا نشتغل، الصالون الرازق الله، احنا بشارعنا يمكن في 90,000 صالون بس كلنا الله يرزقنا ويرزق غيرنا. فبسكم من هذه السوالف نصكم اوكي، لان فش الحين تبي اليوم راح تشوفين جنان والله راح تفتشين وايد. والله بفرعي الاولي اذا عندي زحمه نيلز والله اقول لهم اخذي صبغ من صالوني خلي اللي قدام تصبغ اذا ما تبي ما عندها النوع المعين اللي انت تبينه. عيب عيب ترى ما راح تموتون، واي تقثين. كان جنان لما كلمتني بالموضوع قالت لي بس دانا لما توصلين المسج، قلت حبيبتي جنان انا ما عندي اوصل المسج باتيكيت وذوق، هذا صالوني واللي قرب يوم صالوني راح ابكي. زين حياتي ايش رايك بشعري؟ هي اللي ناديتيها عشان تسوين معاها وتعطينها اوفر هي مسويت ليها حلو صح؟ حلو مجمع الكوت هالحزة، وما شاء الله بالويكند زحمة زحمة حيل عندهم. ما
يجاوب. دانا شو هالزنخ؟ شو هالزنخ؟ بتعرفي ليه؟ ريحة البحر. دانا بتعرفي سفرة غير اليوم؟ لحظة الحين أصل شيء غيرت السفرة غير؟ إنسان بدني. لا ليه؟ شنو ليش إنسان بدنك؟ عالسيارة. عالسيارة إنسان بدني. صلى الساعة عم تتمسخر علي. بتعرفي لما قريت الكتاب غير لي حياتي، باكر نفس الوضع يا باكر.